وصل مدربون عسكريون روس وأنظمة دفاع جوي إلى النيجر، وهذا في إطار تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في نيامي. يأتي ذلك فيما توسع روسيا من نفوذها في دول إفريقية بينها مالي وبوركينا فاسو. روسيا تعزز وجودها العسكري في النيجر بعد طرد القيادة العسكرية الجديدة في البلاد للقوات الفرنسية وإلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. التلفزيون الرسمي في نيامي أعلن الجمعة وصول مدربين عسكريين روس وأنظمة دفاع جوي إلى النيجر، وعرضت قناة تيلي ساحل في وقت متأخر الخميس لقطات لطائرة شحن روسية بعيد هبوطها في مطار نيامي، مشيرة إلى وصول الدفعة الأحدث من التجهيزات العسكرية والمدربين العسكريين من وزارة الدفاع الروسية، وأشارت إلى أن روسيا ستساعد في إقامة نظام دفاع جوي لضمان السيطرة الكاملة على المجال الجوي للنيجر وفق تعبيرها. تأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر على قرار النيجر إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وبمفعول فوري. وكان وفد أمريكي بقيادة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الإفريقية موليفي قد أجرى مباحثات في نيامي الشهر الماضي وعلى مدار 3 أيام مع المسؤولين هناك، وعلى رأسهم رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين المعين من الجيش. وتنشر الولايات المتحدة 1000 عسكري في النيجر يتمركزون في قاعدة في الشمال ويشاركون في القتال ضد الجماعات الجهادية، إلى أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة. وفي سياق متصل سبق للصحيفة وول ستريت جورنال أن نقلت عن مصادر أمنية غربية أمريكية وأوروبية أن هناك مباحثات سرية أجراها المجلس العسكري مع إيران تمكن طهران من الوصول إلى احتياطاتها من اليورانيوم. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الطرفين وقعا اتفاقا مبدئيا يسمح لطهران بالحصول على اليورانيوم من النيجر. ووسعت روسيا نفوذها في إفريقيا عبر إرسال مرتزقة مجموعة فاغنر منذ العقد الأول من الألفية، وبعد فشل تمرد المجموعة على القيادة في موسكو في يونيو الماضي وإعادة تنظيمها تحت مظلة الكريملين، باتت قواتها في القارة تعرف باسم فيلق إفريقيا. وبالإضافة إلى النيجر وسعت روسيا من نفوذها في كل من مالي وبوركينا فاسو مع لقاءات سياسية رفيعة مع مسؤولين تشاديين. للمزيد من النقاش حول هذا الملف ينضم إلينا من الجزائر الآن عضو في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري سيد كمال بن خلوف. سيد كمال، أهلا مرحبا بك. بداية، كيف تنظر الجزائر إلى هذا التعاون العسكري الجديد بين روسيا والنيجر والتعاون الاستراتيجي في مواجهة التهديدات الأمنية عبر هذه الشراكة التي تضمن التدريبات العسكرية الروسية وحتى تواجد شركة فاغنر الروسية هناك والتي باتت قوتها في القارة تعرف باسم فيلق إفريقيا؟ طبعا الموضوع في منطقة الساحل والصحراء هو موضوع متحرك كما تتحرك رماله، فهو ليس صحيح. مستقر منذ مدة. وطبعا كذلك المنطقة بحكم أنها غنية بالثروات الطبيعية، فكل الدول القوية تسعى إلى أن تكون لها حصة في ثرواتها، وهذا ربما كذلك من شيء ثالث، وهو أن المنطقة عانت من الاستعمار الفرنسي لمدة طويلة من الزمن، جعلها تنتفض على كل ما هو خارجي وتحاول أن تجد لنفسها موقعا جديدا. ولذلك كل هذه العوامل وغيرها تجعل من كل الدول الكبرى تسعى كل على حدة من أجل أن يكون لها نصيب في المنطقة. صحيح، ولكن ماذا عن الجزائر؟ كيف تنظر إلى هذا التعاون وتقارب بين النيجر وروسيا؟ طبعا المقاربة الجزائرية عادة موضوعها أنها مرتبطة بالتنمية، فهي تنظر إلى الدول الأفريقية للدول الساحل والصحراء إلى أنها لا يمكن أن تخرج من الوضعية التي هي فيها إلا من خلال مقاربة متكاملة متعلقة بتنمية اقتصادية شاملة.
هذه التنمية تنحو نحو إعادة بعث المنطقة بعثا اقتصاديا يستفيد أبناؤها من ثرواتها، وبالتالي تحد من الهجرة غير الشرعية، كما أنها يمكن أن تكون صمام أمان في وجه المجموعات الإرهابية وكذا الجماعات العابرة، المنظمات العابرة للقارات الإجرامية، وتستطيع من جهة أخرى أن تكون سبيلا إلى عودة الشرعية وعودة الاستقرار لهذه المنطقة، وتستفيد الشركات، كل الشركات، من خلال الاستفادة من الاستثمارات الحاصلة هناك، بدل الاستعمال القوة وبدل النفوذ المستمر الذي يؤدي إلى صراع القوة، والضعيف أو الطرف الخاسر في المعادلة هو الشعوب الأفريقية، الشعب النيجيري والشعب التشادي والشعب المالي والشعب البوركينا فاسو، الذين يعانون منذ مدة طويلة من الزمن من الأزمات ومن الفقر، ورغم أنها تمتلك ثروات كبيرة إلا أنها تعاني هذا. ولذلك المقاربة الجزائرية ترفض أن تكون منطقة الساحل والصحراء منطقة صراع، ولكن يمكن لهذه الدول الكبرى أن تساهم في تنميتها من خلال بعث الاستثمارات كبيرة تستفيد منها شعوب المنطقة، وتكون سبيلا إلى تحريرها من العبودية وتحريرها من الانقلابات المتكررة، وإرساء قواعد ديمقراطية حقيقية مثل ما تدعي كل هذه الدول، أن تكون هذه القواعد الديمقراطية قائمة في هذه الدول وتعيش استقرارا وأمنا، ومن خلالها تحقق استقرارا لدول الجوار، كل دول الجوار، منها الجزائر التي بينها وبين النيجر حوالي 1000 كيلومتر من الحدود، وهي ربما أي اضطراب يحصل في النيجر فأول دولة متضررة منه هي الجزائر. ولكن ولعل نعلم جيدا أن العلاقات جيدة جدا بين روسيا والجزائر وفي أحسن حالاتها، ولكن علاقات الجزائر بالنيجر في هذه الفترة ليست بأحسن حالاتها. يعني كيف طبعا سيؤثر ذلك، وخصوصا المصلحة الروسية اليوم أتت في هذا التوقيت؟ أكيد أن المصالح الاقتصادية بين الدول لا تعتبر كثيرا للصداقات الأخرى بقدر ما تنظر إليها نظرة ثانية، ولذلك فالجزائر بمقاربتها مستمرة في نفس العملية تدفع إلى مقاربة أكثر قدرة على حلحلة الوضع وعلى الوصول والعودة إلى الشرعية والوصول إلى مباحثات فعلية حقيقية تدفع إلى العلاقات الجوار بين الدول، ومن جهة أخرى تستفيد الشركات الكبرى والدول الكبرى من ثروات المنطقة دون أن تكون سبيلا إلى احتلال آخر أو إلى ولكن سيد هيمنة كمال، أخرى. ولكن روسيا بهذا التعاون الاستراتيجي مع الدولة الحدودية للجزائر تحاول كما ذكرت سلفا على غرار الدول المتنافسة هناك، تحاول تعزيز وجودها كذلك على كل الساحل الجنوبي الذي يشمل كذلك بوركينا فاسو ومالي، وبالتالي كيف نفسر ربما التوجه الجديد للقيادات خصوصا في مالي بعد إلغاء القيادة العسكرية الجديدة هناك، اتفاق السلام الذي رعته الجزائر منذ 2015 مع الجماعات الانفصالية شمال مالي؟ نعم طبعا، هي الجزائر تأسفت مؤخرا بشكل شديد من إلغاء الاتفاقية سواء مع مالي أو مع النيجر، والتي لها علاقة وطيدة بالاتفاق الحاصل في الجزائر لهذه المنطقة، لأنها تهم الجزائر بشكل كبير، ولأن علاقة الجوار وعلاقة الأخوة بين الشعب الجزائري والشعب المالي والشعب النيجيري علاقة وطيدة وعلاقة مصاهرة وعلاقة نسب، ولذلك لا تريد الجزائر أن تتفاقم الوضعية في هذا المجال. ولعل الانقلاب الحاصل الذي حصل في مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو يؤكد بشكل أو بآخر بأن القوى الدولية هي التي تسيطر وتهيمن على المنطقة وليس أبناؤها، ولذلك سيقوض هذا الأسلوب من التنمية، يقوض من الاستقرار، يقوض من حالة الأمن
التي يفترض أن تكون هي السائدة من أجل ويخلق أن تعيش في كذلك منطقة حالة تحدي وجملة تحديات كبيرة ربما تطرح أمام الجزائر، وبالتالي ما جملة هذه التحديات التي تطرح أمام الجزائر اليوم أمام صراع القوى الكبرى الذي بات يطرح في المنطقة بعد انتهاء الوجود الفرنسي في هذه الدول، وكيف للجزائر لها أن تضمن مستوى الأمن الحيوي في الجنوب وعلى حدودها الوعرة تحديداً؟ أكيد كلما كان الاضطراب في منطقة الجنوب أي ساحل الصحراء كلما أثر بشكل مباشر على على أمن الجزائر، إن على الجزائر. مستوى الهجرة غير الشرعية التي كلما تمت كانت اضطرابات في الجنوب، كلما لجأ جزء معتبر من سكانها إلى الجزائر سواء كاستقرار في الجزائر أو مرورا أو عبورا إلى أوروبا من خلال هجرة غير سرية، وكذلك من خلال الجماعات الإرهابية المتمركزة في هذه المناطق والتي ستكون مؤثرة بشكل أو بآخر على الوضع في الجزائر. والشيء الآخر وهي الجماعات المتاجرة بالسلاح والعبيد الرقيق وما إلى ذلك التي تنشط والمخدرات التي تنشط في المنطقة، كلها يكون لها أثر مباشر على الجزائر، ما يتطلب إنفاق عسكري أكبر يكون فيه تحدي آخر للجزائر. والشيء الآخر وهو يقوض ويعرقل جهود الجزائر في إنماء المنطقة وفي التوجه نحو أفريقيا طيب، من أجل توسعة دائرة العلاقات الاقتصادية وبعث قوة اقتصادية حقيقية في المنطقة من أجل تحقيق المقاربة الجزائرية، في أن أفريقيا تحتاج إلى تنمية ولا تحتاج إلى إقامة ثورات وحروب عليها. في نقطة أخيرة سيد كمال، وصحيفة وول ستريت جورنال نقلت مؤخرا عن مصادر أمريكية وأوروبية بأن هناك مباحثات أجراها المجلس العسكري في النيجر مع إيران بغرض حصول هذه الأخيرة على اليورانيوم من النيجر، وبالتالي ما تداعيات وجملة التداعيات الأمنية والسياسية المتوقعة من التواجد الإيراني كذلك بالمنطقة؟ أكيد النيجر تحوز على كمية معتبرة، ولعل فرنسا كانت تغطي كمية كبيرة من حوالي 70% من احتياجها من اليورانيوم من النيجر، وبقطعة أو بفساد العلاقات بين فرنسا والنيجر وقطع هذه العلاقات يجعل من النيجر تبحث عن مسوق جديد وعن مستهلك جديد، وإيران دولة من الدول التي تبحث هي الأخرى كبقية الدول عن مصادر للطاقة لنفسها، ولذلك فمن الناحية الاقتصادية من ناحية العلاقات الدولية هي علاقة طبيعية، ولكن هل هي حقيقية؟ هل هي مجرد تكهنات؟ هل هي فعلا سارت في مجموعة علاقات أكيدة أم لا؟ هذا ما ليس لحد الآن واضح وجلي، ولكن هي قراءات صحفية وقراءات استخباراتية شكرا. يمكن أن تظهر في الأيام القادمة وتبدو على حقيقتها، وخلالها يتبين الموقف الذي يجب أن يصرح به. سيد كمال بن خلوف، عضو في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري، شكرا جزيلا على حضورك وعلى وقتك معنا، شكرا لك. شكرا لك ولمشاهدي قناة الحرة.